بسم الله الرحمن الرحيم. نحاول إكمال التمارين الخاصة بموضوع التربو ماشينري. طبعا موضوعنا اليوم راح يكون على السنترفيوجال بامب. السنترفيوجال بامب طبعا موضوع المضخات موضوع مهم، وكل سنة حقيقة على الشرح يجي من عنده شرح. الشرح طبعا يتضمن شنو؟ اشرح الأجزاء مال المضخة، اشرح الاجزاء مال المضخه، اشرح الانواع اللي موجوده، الانواع الراديال، الباكورد، الفورورد. ارسم المخطط مالت المضخات. هاي المضخات قلنا كل مخطط بهذه الانواع سواء بالتوربينات او بالبام يختلف عن، يعني واحد يختلف عن الاخر. لذلك انت مهم جدا انه تعرف. مثلا هسه احنا بالبامب هذين عندنا ثلاث انواع مهمه، هذا الشكل لا يشبه هذا الشكل ولا يشبه هذا الشكل. لذلك مهم جدا انه انت تعرف الرسم، لان الحل هو مرتبط بالرسم. الحل هو مرتبط بالرسم. راح نحاول نحل السؤال اللي عندنا. سنترفيوجال بامب تضخ ما قيمته 7500 لتر بير مينت. الهيد مالتها اجينست توتال هيد 25 متر، مطيك الهيد توتال. وين رانينج هذه البشارة تدور، بشارة هذه المضخة تدور 660 ريفوليوشن بير مينت. بعد شو مطيني الاوتر دايميتر للامبلر. الاوتر دايميتر للامبلر هذا، يعطيني الاوتر دايمتر الامبلر مقداره 60 سنتيمتر. 60 سنتيمتر. ومطيك النسبة بين الاوتر والانر دايمتر قيمتها 2. قيمتها 2، يعني دي 2 الى دي 1 تساوي 2. بالتالي الدي 2 تساوي لك ضعف دي 1، وهو مطيني الدي 2. اذا راح تصير بس مجرد تقسم الدي 2 على 2 راح تطلع لك 30 سنتيمتر. هذه نوع من التريك اللي تنحط بالأسئلة، يعني حتى المفروض الطالب ما يوقع بيها. زين، بعد شنو عندي؟ مطيك الاريا، the area of a flow through the wheel is 600 سنتيمتر تربيع. يعني المساحة اللي دا يمشي بها هذا المائع بالبشارة قيمتها 600 سنتيمتر تربيع. زين، هنا أنا قلت لك شلون نحدد the van are set back. إذن هو backward. المخطط مال الباكورد تجي تجيبه هنا وتحطه. هسه شوف هذا المخطط اللي عندي هنا هو مخطط الباكورد. زين، the van are set back at angle of 45. مطيك هنا هو الزاوية البيتا اللي هي قلنا تمثل زاوية الريشة. مطيك هو هسه هنا البي 2، مطيك البي 2. هسه تقول لي شلون؟ بس لان من اتباوع بالسؤال هو طالب من عندك البيتا 1، فانت هذه تفهمها انه هي المفروض هي هاي تمثل لك البي 2، لان هو قايل لك فان انجل ات انلت. اذا هو طالب البيتا 1، هو يريد هاي البيتا 1. بس من خلال السؤال تفهم انه هو مطيك حاجي لك على البلد. بالتالي هو مطيك هو قيمة البيتا 2، مطيك قيمة البيتا 2 قيمتها 45 درجة. المطلوب شنو؟ المطلوب هو المانومتريك افيشنسي. بعد مطلوب شنو؟ مطلوب من عندي الفان انجل ات انلت، فبالتالي هو طالب البيتا 1. اذا هو مطيني البيتا 2 وطالب البيتا 1. روح على السؤال، انا حليته بطريقة اوضح قد تكون. هذا هو المخطط مالتي. هذه هنا طبعا نصف القطر مال البشارة، هاي مطيني الار 2، هو اني هاي مسافة منها لهنا هي تمثل لي الار 1. هذا المخطط احنا اللي عندنا دائما الدخول بالمضخات راح يكون راديالي. بس بنشوفون المخططات جميعا اللي موجودة دائما كل المخططات الدخول مالت هذا. شوف هذا الباكورد،
هذا الراديال، هذا الفورورد، كل الدخول مالتها دائما يكون راديالي. ومن يكون الدخول راديالي معناها انه الالفا 1 تساوي لك 90 درجة، الالفا 1 تساوي 90 درجة. السبب شنو؟ هي السبب دائما يحاولون يزيدون من قدرة هذه المضخات، لذلك راح يكون الدخول راديالي. دائما يحاولون انه الدخول للمضخة يكون راديالي، في حين بالتوربينات يكون العكس، دائما يحاولون انه الخروج مالتها، خروج المائع لازم يكون راديالي. كل ما حصلوا على خروج راديالي اكثر، كل ما كانت الزاوية الطاقة اللي نحصلها من التوربين اكبر، في حين بالعكس تكون بالنسبة للبام، دائما الدخول يكون راديالي حتى الطاقة اللي احصلها من هذا البام تكون عالية. زين، هسه نجي نباوع. هو مطيني الكيو اللي هي قلنا 700 لتر، اقسمها على 60، صارت 700 لتر بير مينت، اقسمها على 60 حصلت على كيو بير سكند. تضر اقسمها على الف، ايضا حولتها الى شنو، من لتر حولتها الى متر مكعب، بالتالي صارت الكيو عندي قيمتها 0.125 متر مكعب بير سكند. زين، بالسؤال هو ضعيف، طبعا هو ما موجود هنا في المحاضره بس هو لازم ينعطى بالسؤال. منطق قايل لك الفي سكشن لازم يساوي الفي ديليفر، الفي سكشن هذه تعطى في السؤال، اذا اكو اختلاف او اذا ما تعطى يعني معناها ما متساويه. هنا قايل لك ازيوم، افرض انه الفي سكشن تساوي لك الفي ديليفر، ومن ساوت الفي سكشن للفي ديليفر راح اني احصل من خلال المحاضره. هسه لو نرجع للمحاضرة، عندما يكون تساوي الفي سكشن يساوي لك الفي ديليفر، هذا طبعا هذا عندما الفي سكشن يساوي الفي ديليفر، الاتش ام المانومتريك هيد راح يساوي لك التوتال هيد، راح يساوي لك التوتال هيد، بالتالي هو مطيك التوتال هيد بالسؤال. فاذا المانومتريك هيد هو راح يعتبر نفسه التوتال، المانومتريك هيد هو نفسه راح يساوي لك التوتال هيد. ليش؟ لان هو هنا أنا ما مطيك قايل لك ازيوم انه مساويات، بالتالي اذا مساويات هذا الجزء راح يصير كله صفر، فبالتالي صح راح يصير المانومتريك هيد تساوي لك الى التوتال هيد، تساوي لك الى التوتال هيد. فبالتالي انا حصلت قلنا المانومتريك هيد تساوي لك التوتال هيد، ويساوي لك 25، صفحه 22 موجوده بالسؤال. زين، الدي 2 مطيك اياها اللي هي 60، والنسبة منطيك اياها قايل لك 2، فقط تقسم 2 على 60 طلعت قيمة الدي 1 اللي هي 30. بعد شنو احصل؟ اللي عندي شنو؟ عندي ان موجودة، الدايمتر الثاني موجود، بالتالي اني احصل قيمة اليو 2، احصل السرعة الخطية، السرعة الخطية للريشة، السرعة الخطية للريشة اللي هي حاصل ضرب الان في الباي في دي 2 على 60، 660 في قيمة الباي في 60 قسمها على 100 لانه بيعطيك اياها بالسنتيمتر، قسمها على 100 وقسمها على 60. من خلال هذا القانون انا وجدت السرعه الخطيه للريشه عند الخروج، عند الخروج. زين، الفي فلو تو في اف اللي هي هذه هذه هذه، انا عندي قيمه الكيو، انا عندي قيمه الكيو، المساحه اللي يمر بها الماء، المساحة اللي داعي يمر بها الماء، هو مطيني اياها بالسؤال قايل لك 600 سنتيمتر سكوير، the area of flow، هو مطيك اياها بالسؤال. هذه الاريا من تجي ايضا؟ تجي الباي في الدي، اعطاك محيط، اعطاك محيط تمام، في البي، في البي 2، في قيمة البي 2 اللي هي الودث مالت البشارة، الودث مالت البشارة مالت البام، بالتالي هو الباي دي، باي دي اعطاك المساحه، مساحه المقطع للخروج مال تلفلو، مساحه المقطع للخروج مال تلفلو. اذا هو مطيني اياها هاي مباشر، الكيو اني عندي، الاريا اعطاني اياها بالسؤال، بالتالي اني عرفت قيمه الفي فلو 2 اللي هي نفسها طبعا في فلو 1 ايضا نفسها راح تكون، وبالتالي قيمتها 2.08 طلعت لي 2.08 متر بير سكند. زين، المانومتريك افشنسي قانونها شنو؟ هي حاصل ضرب المانومتريك هيد في التعدد
جيل في الفي ورال 2 في قيمة اليوتو. هذا منين؟ هذا من القانون اللي عندنا، هذا من القانون اللي عندي، القانون هذا، هذا اللي هو صفحة 29، صفحة 29. هذا المانومتريك افشنسي شو يساوي لك؟ التعجيل في المانومتريك هيت في ورال 2 في قيمة اليو، هذا ينحفظ، هذا القانون ينحفظ. فبالتالي ال HM قلنا احنا ما دام هو نفسي ترى راح يكون، لان ما دام ال VS يساوي لك ال VT، اذا انا عندي نفس هذا صار 25 تعجيل معلوم. ال U2 انا استخرجتها من هنا. ال V ورال 2 اللي هي هاي ما معلومه عندي، ال V ورال 2 ما معلومه. بالتالي ال V ورال 2 هذا القيمه مالتها، V ورال 2 يريدها هو ال V ورال 2 حتى يطبقها بالقانون هنا. ايش تساوي لك؟ تساوي لك اليو 2 كلها، اليو 2 كلها ناقص الفي ريليتيف ورال 2، الفي ريليتيف ورال 2. طبعا انا من اقول الفي ورال، هذه مثلا الفي ورال هي عباره عن المركبه الماسيه للابسوليوت فيلوسيتي. زين الفي ريليتيف ورال 2 تمثل لي المركبه الماسيه للفي ريليتيف 2، الفي ريليتيف 2. زين أنا شلون أوجدها حتى أعوضها بهذا القانون؟ هي قيمتها اليو 2 الكلية ناقص شنو؟ ناقص الفي ريليتيف ورال 2، الفي ريليتيف ورال 2. زين هاي مين أوجدها؟ الفي ريليتيف ورال 2 هي قيمة اليو 2 هي عبارة عن تان بيتا 2 يساوي لك الفي اف 2 على الفي ريليتيف ورال 2. زين اذا عوض بمكان V relative ورال 2 في اف 2 على تان بيتا 2، تان بيتا 2. زين هسه نجي اليو 2 معلومه، الفي اف 2 عندي قيمتها والتان 45، بالتالي اوجد هذه القيمه مال V دبليو 2، وجد هذه القيمه اللي قلنا هي تساوي هذه الكليه ناقص هذا الجزء. هذا ما عندي قام تان بيتا هذا على هذا، البيتا عندك وال 45 قيمة الزاوية، بالتالي رأسا وجد هذا القيمة. إذا هي هذه القيمة تساوي لك هاي الكلية ناقص هاي. عوض بالقانون V ورال 2 وجد قيمة الفاليومتريك المانومتريك افشنسي قيمتها تساوي لك 0.634، واللي يعني معناها 63%، 63%. زين بعد شي يريد؟ يريد البيتا 1. البيتا 1 منين يوجدها؟ نقدر نوجد اليو 1؟ نعم نقدر نوجد اليو 1. ليش؟ الدي مطيك اياها عندي انا، يعني الدي 1 معلومه. زين الدي 1 معلومه، الان معلومه، خلاص طبق هذا القانون تجد قيمه اليو 1، وجدنا قيمه اليو 1. زين قلنا الفي فلو لل 1 نفس كميه الماء هي دا تمر، ايضا كيو على الاريا، والاريا مطيني اياها والكيو عندي، طلعت هذه قيمتها اللي هي 2.08. انا هسه احتاج اذا تان بيتا 1 هو المقابل، المقابل على المجاور، اليو 1 طلعناها، والفي اف موجوده عندي، والفي اف موجوده انا عندي، هذه قيمتها الفي اف اللي هي في اف 1 تمثل لي اللي طلعناها منها، بالتالي تطلع القيمه، قسم هذا الجزء على هذا الجزء طلع قيمه تان بيتا تساوي هذا القيمة. إذا تان بيتا انفرس هذه القيمة اللي هي 0.206، طلعت قيمة الزاوية 11.35. شكرا جزيلا أعزائي الطلاب، راح نحاول نحل مثال آخر حتى يكون الموضوع أوضح.